السلام عليكم، ادري معكم الريميك. ايه طرف هذا الفيديو ديال اليوم؟ ان شاء الله عندنا توب 5 بلايز اوف ذا ويك نمبر 2. المهم نبي نشوف لي شي كليب ندوزو ليه في الويكند جاي ولا شي لعبه بحال هكا. راه اللي في الديسكريبشن الفيسبوك تاعي تبطل ليا اي وقت. ندوزو نمبر 5 تاع حسين جويجيتي في نيك توم سنايب. هاد الكليب هذا غادي يضرب جوج تاع لي وول بانك. وول بانكات شكل حلو جيد. هنا هو الثاني هو اس نايس. ندوزو نمبر 4 سبوفي بلا مونيش فهاد في ار دي غادي يجمع هنايا واحد تريبل كيل. كيل الاخر غادي يدمر، نقول لكم غادي يدمر في كل الاخر. حربوا عليكم راه كيل تاخوني. هما الثاني الثالث ربحوا دمروا نايس. في الثالثة تاع رامبو وليد واحد ما عرفت واش يوري كيل ولا سوبر كيل والله ما بقيت عاقل. عرفت انا الترا كيلية تاع سبعة رابيد. مو دابا انا تاع رابيد الرابع خامس استاذ دال لي جامب شوت تيرن. فوالا حسني في المرتبة الثانية. عاد حسني هذا راه في شكلها الثاني فهاد نفس البارتي في الويكند توب 5 بليس في الويك الاول ضرب كواد فيد في هاد البارتي نيت. وعاد ثاني مورا في الراوند الثاني ضرب كواد فيد واحده اخرى في جرافيتي سبايك نايس. وفي المرتبه الاولى ايزن انارشي الملحد واحد الجيم بلاي في نيك تاون تينجو. هذا هو الوحيد اللي تيلعب 16 سنسيبيليتي ما تيجي ليها. المهم خليكم على الكليب. المهم بعد نسوي لبيتنا نكملو نعاودو نعمل لكم كليبات والالاعيب. ما تنساوش تشيروا لايك للفيديو ابوناو.